والتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية. ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد عبد الهادي، محلل أسواق المال. مرحبا بكم على قناة أثري ببرنامج أرقام وأسواق. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالبرنامج وجميع القائمين بالبرنامج. أهلا بحضرتك يا دكتور. يعني في البداية، لماذا وصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الصعود للجلسة الثانية على التوالي، وهل العودة لمستوى 20,000 نقطة مستوى صعب تخطيه حاليا؟ هو أولا بس الصدمة اللي حدثت في البورصة المصرية خلال جلسات هذا الأسبوع، وخاصة جلسة يوم الأحد، كان في انخفاض كبير لجلسات الأسبوع. صحيح. يعني في جلسة يوم الأحد كان رأس المال السوق كان 1,322,000,000,000، كان الأسبوع الماضي في إغلاقه كان رأس المال السوق كان 1,323,000,000، تاني جلسة على طول رأس المال السوق 1,299,000,000,000. احنا من خلال الاسبوع السابق والاسبوع الحالي احنا النهارده تقريبا في ربح حوالي 24 مليار بعد الانخفاضات والصدمات الكبيره اللي بتحدث في البورصه المصريه نتيجه التغيرات الجيوسياسيه او ما يحدث في دوله فلسطين واسرائيل والمنطقه كلها اثرت تاثير سلبي على البورصه المصريه، فطبعا حصل انخفاض شديد جدا، في عدم في ثقة للمستثمر نتيجة هذه الأحداث الجوهرية التي حدثت، وبالتالي كان تأثير قوي. هذا التأثير لابد من بعد استقرار الأوضاع النسبي يبدأ المستثمر يبدأ يدخل في السوق المصري ويبدأ يشتري، وده اللي احنا شفناه في جلسة أمس وجلسة اليوم، في ارتدادة نوعا ما بسيطة في المؤشر العام. النهاردة المؤشر العام أغلق عند 19,724، يعني بارتفاع حوالي 314 نقطة في تماسك بعد الانخفاضات. احنا بنقول دايما انتهاز الفرص في عملية الانخفاضات الشديدة، لأن بيبدأ المستثمر بيبدأ يبيع بدون تفكير وبدون وعي، ويبدأ يبيع أسهمه بطريقة عشوائية. صحيح. وبالتالي ده بيبقى بيضعه في ظروف أو في وضع الفريسة الأخرى اللي بتصطاد الأسهم في حادث الانخفاضات. يعني في مستثمرين كتير لما بيحدث فيه تغيرات او اوضاع سياسيه او اوضاع خارجيه بينتهز الفرص وبيضعوا شراء على الانخفاضات، وبالتالي بينتهز فرصه عدم ثقه المستثمر وارتعاش المستثمر، وده اللي بيحدث بالفعل. واول ما يبدا السوق يبدا يتحسن نوعا ما بيبدا نفس المستثمر اللي باع اسهمه في جلسه يوم الاحد يبدا يدخل في مستويات معينه ويبدا يدخل في السوق كقوه شرائيه، وده اللي احنا شايفينه في جلسه النهارده. ما زال الوضع برضك حاليا في نوع من انواع عدم الاستقرار العالمي. صحيح. للاحداث الجاريه، وبالتالي بيبقى نوع من انواع اللي احنا بننصح المستثمر ان نقول له ان انت لابد ان انت تنتهز فرصه عدم فتح مراكز شرائيه خاصه في الهامش، وانتهاز فرصه الاستقرار النسبي ثم معاودة الدخول مرة أخرى. نعم، أنتقل بحضرتك دكتور محمد إلى المؤشر السبعيني الذي عاود اليوم الارتفاع فوق مستوى 3,600 نقطة، ما تحليلك؟ أولا المؤشر السبعيني هو مؤشر الأفراد، وزي ما أنا أشرت لحضرتك إن مؤشر الأفراد أو خاصة الأفراد بيبقى عكس المؤسسات تماما أو الصناديق. الأفراد بيبقوا أكثر استعاشا من المؤسسات، وبالتالي بيبقى في نوع من انواع التخوف الكبير جدا من الاستثمار في البورصه لعالية المخاطر نتيجه الاوضاع اللي حدثت. يوم الاحد بالمناسبه المؤشر السبعين وصل لغايه 3,583، يوم الاثنين كان المؤشر عامل 3,611، النهارده احنا بنتكلم في 3,668. انا عاوز اشير لحضرتك والمشاهدين ان المؤشر السبعيني خلال الفترات الارتفاعات السابقه لم يحظى بالارتفاع الكافي في البورصه المصريه، يعني احنا شفنا برضك ان هو كان عنده نقطه ال 4,000 نقطه دي كانت نقطه قويه بالنسبه له. الزخم والشراء وخاصه مع الارتفاعات اللي حدثت للبورصه المصريه سابقا كانت نتيجه للمؤشر التلاتيني اللي هو ناتج من دعم مجموعه من الاخبار، اهمها تفعيل برنامج الطروحات الحكوميه، برنامج ثانيا الاستحواذات اللي بتحدث في البورصه المصريه، سواء لو في خفض او تعويم لقيمه الجنيه المصري هيحدث برضك انخفاض في قيمه الشركات المصريه، وبالتالي هتكون اكثر جاذبيه للشراء.
وخاصه في في الاسهم الثلاثيني. الفتره اللي فاتت كان الاسهم الثلاثينيه كانت عليها زخم شراء قوي جدا، عليها نتائج اعمال قويه جدا، اخبارها قويه جدا، سواء تفعيل الطروحات، سواء الاستحواذات، سواء نتائج الاعمال، وبالتالي بتميل المستثمر للاسهم الرئيسي غير الاسهم الاخرى. وبالتالي حتى الان المؤشر السبعيني حتى لو هو طلع فوق ال 3650 احنا لسه برضك عنده مدى. المدى دوت بنقول عليه ان هو بعد ما يخلص الزخم في المؤشر الثلاثيني بيبدا الافراد في الخروج من المؤشر الثلاثيني حتى المؤشر السبعيني، وده حتى الان لم نشهده في السوق المصري. وبالتالي هيبقى حركه المؤشر السبعيني 50 نقطه طلوع او 50 نقطه نزول، اما المؤشر الثلاثيني زي ما حضرتك شايفه مستويات الارتفاع بتاعه 300 نقطه، يعني النهارده ارتفع 300 نقطه، بقى في جاب بين المؤشر الثلاثيني والمؤشر السبعيني. صحيح. ايضا دكتور محمد، هناك طفره ايجابيه حدثت في جلسه اليوم على اسهم قطاعات الاسمده والمواد الاساسيه وايضا الاغذيه بالسوق المصريه، ما اسباب ذلك براي حضرتك؟ تمام، هو مؤشر قطاع الاسمده والمواد الاساسيه النهارده في السوق المصري كان ارتفع بالمناسبه ل 3.74 من 100%. صحيح، ودي طفره. في طفره فعلا، يعني في ارتفاع قوي، وعاوز اشير لحضرتك ان القطاع الاسمده والمواد الاساسيه بقاله فتره في ارتفاعات قويه بقياده مجموعه من الاسهم القياديه في السوق المصري في هذا القطاع. القطاع دوت احنا بنقول بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه في قطاعات هتحدث فيها طفرات، وده اللي احنا كنا بنقوله قبل كده في ازمه كورونا، كنا بنقول ان في قطاعات هتتغير، القطاعات الموجوده في السوق المصري لابد ان المستثمر يبقى عنده وعي ودرايه بالاحداث اللي بتحدث. يعني في ازمه كورونا كنا احنا بنقول ان في قطاعات زي قطاعات القطاع فوري مثلا والخدمات الالكترونيه والرقمنه هتبدا، وبالفعل ده كان حدث فيه طفره كبيره جدا خاصة مثلا في سهم فوري في وقت أزمة كورونا، لأن كل الناس ما كانتش فيه حظر بالخروج، وبالتالي كان كل التعاملات الإلكترونية، وزادت بالفعل في أرباح هذا القطاع، ارتفعت ارتفاعات قوية. تعال نشوف حضرتك نفس القطاع اللي حضرتك بتتحدثي عنه، ده احنا قلنا من بعد الحرب الروسية الأوكرانية إن في انخفاض سلاسل الإمداد والتوريد، وبالتالي لابد إن احنا نشير إلى قطاع الأسمدة. قطاع الأسمدة من القطاعات القوية جدا، القطاعات التصديرية، أدي واحد. القطاعات اللي حدثت عليها استحواذات، يعني هذا القطاع اللي حضرتك بتشيري اليه ده قطاع فيه ورقتين او شركتين قويتين جدا، موبيكو وابوئيل الاسمده، اللي حدث عليهم استحواذات من الصندوق السيادي السعودي والصندوق السيادي الاماراتي. صح. وباسعار باكسة، وبالتالي دولت عليهم قوه شرائيه من واكيد قطاع الاغذيه لا غنى عنه اكيد، وقطاع الاغذيه طبعا مع ارتفاع التضخم بالمناسبه. وانا احيي حضرتك لذلك ان قطاع الاغذيه حتى لو التضخم زاد وحتى لو التضخم ارتفع في قطاعات لن تتاثر بالتضخم، يعني انا وحضرتك والافراد في مصر كلها لن يبطلوا الغذاء والمشروبات ابدا. صحيح. لن يمتنعوا عن الغذاء والمشروبات حتى لو ارتفع التضخم ل 40 و45%، ده قطاع مستهدف جدا، في حركه فيه، في نتائج اعمال قويه جدا، وبالتالي لا مفر من صعوده في البورصه المصريه. نعم، سنظل عند البورصه المصريه التي اتاحت اليوم التداول على اذون خزانه بقيمه تجاوز 33 مليار جنيه، ما تحليلك ايضا؟ تمام، البورصه المصريه خلال الفتره السابقه اتاحت قنوات استثماريه اخرى في اذون الخزانه. يعني كان اول تداول لاذون الخزانه كان يوم 24/9 بالمناسبه، كان حوالي 33.8 مليار جنيه. احنا لابد ان احنا نعرف ايه فكره اذون الخزانه الاول عشان نقدر نحكم ان هي يتم تداولها في السوق المصري، وايه سبب تداولها في السوق المصري بهذه الكميه. اذون الخزانه اساسها هو او الاهميه بتاعتها هو الحد من التضخم، ان انا بقدر ان انا اسحب سيوله والمدخرات من الافراد، فاي سحب للسيوله سواء بفكره اذون الخزانه او بفكره الصكوك الاسلاميه او بفكره الشهادات هي دي مبنيه على فكره وفكره واحده فقط، هو عمليه سحب السيوله من الافراد، وبالتالي ده بيقلل موضوع التضخم. بالاضافه لذلك ان الدوله المصريه بتاخذ موضوع اذونات الخزانه في تمويل عجز الموازنه بمدخرات حقيقيه وليست بطباعه النقود. دي فعلا مدخرات حقيقيه بتوجه المستثمر او بتوجه الافراد الى اذون الخزانه.
في فئة كبيرة جدا من المستثمرين ان بيفضلوا الاستثمار في اذون الخزانة حيث ان تكون آمنة، وبالتالي بتتوفر الدولة اذون الخزانة الآمنة. تداولها في السوق المصري ده نوع من انواع، هو بتتم التداول من خلال، بالمناسبة، من خلال البنوك ووزارة المالية، وممكن الافراد يستثمر في اذون الخزانة من خلال الاستثمار، انه يروح البنك ويشتري اذون الخزانة، وبالتالي الدولة المصرية طرائق ان هي تحاول بقدر الامكان ان هي تتداول اذون الخزانة عشان تفتح قنوات كبيرة جدا للمستثمر، قنوات جديدة وتجذب نوعية جديدة من المستثمرين. الحاجة الثانية ان هي تقوم بعملية سهولة عملية البيع والشراء، وبالتالي بتخفض اسعار العائد على ادوات الدين المحلي، وبالتتابع انخفاض الدين العام للدولة. اذا يبقى فايدة التداول، فايدة ان الدولة المصرية اتاحتها من خلال البورصة، وهتستمر في طرح اذون الخزانة وتداولها خلال الفترة القادمة ان شاء الله. ان شاء الله. والتحليل ابرز ما جاء في اسواق المال الإماراتية، ابدا مع حضرتك دكتور محمد من سوق ابو ظبي، والذي تراجع في جلسة اليوم. ما تحليلك ايضا لاداء المؤشر ومساره المتوقع؟ تمام. بورصة ابو ظبي بالمناسبة احنا قلنا لازم ان هي ممكن الاسواق الخليجية بتتأثر تأثر سلبي بالأحداث العالمية. بالأحداث العالمية. صحيح. طبعا يا فندم، وبأسعار النفط. أكيد. أسعار النفط النهاردة انخفضت. صحيح. والأحداث العالمية اللي احنا شايفينها، احنا حتى الآن في عدم رؤية ووضوح فيما سوف يحدث في الأحداث العالمية الحياتية الموجودة حاليا. ولكن بورصة أبو ظبي احنا قلنا ان احنا هي بتتحرك في قناة عرضية تامة الفترة السابقة بين 9800 وال 10000، واشرنا ان هو في حاله قصر اللي هي 9750، المؤشر فعلا هيوصل ل 9610، وبالفعل في جلسه النهارده وصل المؤشر ل 9613، يعني قرب من النقطه اللي احنا بنشير اليها اللي هي جهه النقطه دي. بالمناسبه حاول المؤشر ان هو يكسرها كذا مره في فترات سابقه. لو كسر النقطة 9610، احنا دلوقتي مصير المؤشر ابو ظبي ان هو هيوصل لغايه 9500، وممكن يوصل 9440. عنده نقطة دعم قوية بالمناسبة. عنده نقطة عند 9351 اللي هو جابها يوم 13/6/2023. لو بصينا لأهم القطاعات اللي أثرت في بورصة ابو ظبي النهاردة، طبعا مؤشر الطاقة اللي انخفض للجلسة الخامسة على التوالي بقيادة أدانوك للتوزيع وأدانوك للحفر. فوتسي العقارات اللي تماسك في جلسة اليوم بعد جلسة حمراء، كانت جلسة امبارح جلسة فعلا حمراء أو منخفضة للقطاع العقاري ومؤشر القطاع العقاري. انخفض امبارح بالمناسبة 3%، النهاردة تماسك بقيادة الدار العقارية. قطاع الرعاية الصحية كان رابع جلسة على التوالي في انخفاض. واخيرا مؤشر الماليه او القطاع المالي كانت ثاني جلسه النهارده على التوالي بنزول بقياده جي اف اتش وبقياده مصرف ابو ظبي. ولكن الملحوظ في بورصه ابو ظبي ان قطاع الطاقه هو المؤثر الاساسي في انخفاض بورصه ابو ظبي النهارده، خاصه ان في شركات قويه جدا زي ادانوك للتوزيع، ادانوك للحفر، ادانا للغاز. كل الشركات دي كان في انخفاض النهارده، انخفاض طفيف على عدم رؤية طبعا وانخفاض أسعار النفط، وبالتالي كان مؤثر قوي جدا على مؤشر قطاع مؤشر أبو ظبي. نعم، ده بالنسبة للسوق أبو ظبي. وبالنسبة لسوق دبي الذي استمر بالتراجع اليوم، أيضا ما تحليلك لأداء السوق؟ تمام. المؤشر سوق أبو دبي احنا الفترة الحالية كان أو بداية 2023 كنا بنشير إن سوق دبي كان عكس كل التوقعات، وكان أداؤه إيجابي جدا عكس سوق ابو ظبي تماما. ارتفع ارتفاعات قويه جدا. عاوز اقول لحضرتك من يوم 26/5/2023 كان المؤشر عامل 3500. اخذ المؤشر في اتجاه صاعد لغايه ما وصل لقرب ال 4200، وفعلا حقق 4200 وبدا يجني ارباح لغايه ما وصل ل 4100 ثم 4050. بالفعل جلسه اليوم بعد تكوين شمعه حمراء طويله جلسه امس، استقر المؤشر عند نقطة الارتكاز 4051. هنشوف بقى خلال الجلسات القادمة، لأن دي نقطة ارتكاز قوية، هل هو فعلا هيقدر يصمد فوق ال 4050، وخاصة في جلسة بكرة وجلسة محورية جدا، ولا
هيسقط تحت ال 4051، وبالتالي يبقى عنده نقطه اللي هو 3985 ويبدا المؤشر في مرحله الانخفاض. انا مش شايف كده، انا شايف ان سوق دبي ممكن يقف عند ال 4050 او ال 4000 بالظبط ويبدا ياخد اتجاه عرضي، مش هينزل النزلات الكبيره خاصه سوق دبي. القطاعات الهامه اللي اثرت النهارده في سوق دبي هو القطاع المالي، بيتحرك بقطاعين، القطاع المالي والقطاع العقاري. القطاع المالي الجلسه الثانيه على التوالي بينخفض المؤشر القطاع المالي بقياده بنك دبي الاسلامي وبنك الامارات دبي الاسلامي اللي انخفض في جلسه النهارده 2.26%. مؤشر القطاع العقاري اتسى اللون الاخضر على عكس القطاعات الاخرى. نعم. بعد اربع جلسات حمراء، يعني اربع جلسات حمراء خلال الفتره السابقه، النهارده نوعا ما يتماسك القطاع العقاري بقياده الاعمار العقاريه اللي ارتفعت 2.5%، واعمار التطوير 1.45%، وتيكم اللي ارتفعت 1.85%. قطاع الصناعه كان النهارده متاثر زي القطاع المالي وانخفض الجلسه الثانيه على التوالي بقياده العربيه للطيران اللي انخفضت اعلى انخفاض في جلسه اليوم 3%. نعم، على ذكر القطاعات دكتور محمد، القطاعات الواعدة داخل أسواق المال الإماراتية خلال الفترة المقبلة، وأيضا أين توجد الفرص داخل الأسواق؟ طيب احنا بنقول القطاعات المستهدفة في أسواق الإمارات هي القطاع العقاري، هو من أميز القطاعات، يعني احنا كنا سيظل الفترة القادمة أيضا، ويظل الفترة القادمة نظرا لعدة أسباب. أولا في استقرار في الأسواق الإماراتية، في جذب نوع من انواع الاستثمارات للاسواق لسوق دبي او دوله الامارات بالمعنى الاصح. في ثقه من المستثمرين بالخارج في الاسواق الاماراتيه والامارات بالاخص. في عمليه الاستقرار السياسي والعسكري في دوله الامارات. كل هذه النواحي بتؤدي الى نوع من الاستقرار بالنسبه للمستثمر الاجنبي. واول شيء بيفكر فيه المستثمر الاجنبي حينما يتم استضافته في دولة معينة من دول العالم بيشوف الاستقرار السياسي والاستقرار العسكري، وهل في استقرار من ناحية القوانين الخاصة بالاستثمار ولا لا، ويبدأ بعد ذلك يفكر في عملية الاستقرار النفسي بالنسبة لي. وأكثر القطاعات اللي بيؤدي إلى الاستقرار النفسي هو الطمأنينة، إن هو يستثمر في القطاع العقاري، يبدأ ياخد فيلل، ياخد شقق. وعشان كده الاستثمار العقاري في الأسواق الإماراتية مستهدف جدا خلال الفترة القادمة لما أشرت ليه من أسباب. نعم، أيضا برأي حضرتك، هل ظهور توقعات جديدة بنمو اقتصاد الإمارات 4% العام المقبل ستنعكس على الأسواق داخل الدولة؟ بالطبع يا فندم، بالطبع، لأن أول حاجة بالنسبة للدولة المضيفة للاستثمارات أو المستثمر الأجنبي إما بيبحث على الأسواق كي يتم الاستثمار فيها بيبدأ ينظر لمعدلات النمو الاقتصادي. مع معدل النمو الاقتصادي بالمناسبة بيختص بعدة معايير أساسية. أول حاجة التطور التكنولوجي، ثانيا البنية التحتية، ثالثا الموارد البشرية المؤهلة ذات الكفاءة العالية، رابعا بتتوافر فيها الموارد الطبيعية، خامسا استقرار العوامل السياسية والاجتماعية. دي معدلات النمو في أي دولة. عندما يحدث معدل نمو اقتصادي لدولة الإمارات 4% في 2024، إذا بينعكس ذلك على الأسواق الإماراتية، لأن معدلات الدخل للدول اللي بيزيد فيها معدل النمو بتبقى مرتفعة، وبالتالي بيتجه المستثمر في حالة الاستقرار من ناحية كافة الاستقرار وكافة النمو وكافة وجود البنية التحتية والتطور التكنولوجي وزيادة الدخل وانخفاض معدل الفقر ونسب الفقر وزيادة معدلات الدخل بالنسبة للمواطن. دي أساسيات من الأساسيات الأساسية للاستثمار، وبالتالي أنا شايف أن معدل النمو بيحقق هذه المستهدفات. إذا ما داعي أن ينعكس ذلك على الاستثمار في الأسواق الإماراتية؟ لأن هو ما بيلجأ للاستثمار بيتم الطمأنينة وزيادة الثقة في كافة النواحي. أنا ما يكون عندي دخل كبير ومستقر نوعا ما في الموارد الدخل ليا كفرد، ببدا اول حاجه ان انا اكفي استثماراتي او اكفي حياتي بالمعنى صح، ثم ابدا افكر في الاستثمار في الاسواق الاماراتيه. يبقى اذا ده انعكاس ان معدلات النمو مرتفعه، اذا معدلات الاستثمار هبدا افكر في الاستثمار. لا يوجد اي فرد معدلات الدخل عنده منخفضه ويفكر في الاستثمار. اذا توافرت لي كافه العوامل،
اذا معدل النمو بتعكس هذه الاسباب، اذا يبقى انا بعكس على طول الاستثمار في الاسواق الاماراتيه. صحيح، وضحت النقطه. بشكر حضرتك دكتور محمد عبد الهادي محلل اسواق المال لمشاركته معنا اليوم.